هاي الحلقة تعتبر الجزء الثاني من الحلقة الأخيرة بالموسم الثاني. عف لخبطت. حلقة الأخيرة من الموسم الثاني. تمام؟ الجزء الثاني كمان من الحلقة. راح أحكي لكم على السريع شو صار بالحلقة الماضية. بالحلقة الماضية أبو لأورل قرر إنه ياخد أورل معه على رحلة صيد وأخذ معه الأسلحة وحكى لأورل إنه لازم تصيد الحيوانات وتقتلن. بس أورل ما سمع كلام أبوه وما صاد الحيوانات لأنه بيحب الحيوانات وقلبه طيب. فأبو لأورل بيكون طول الوقت عم بيشرب لدرجة إنه راح يفصل ويصير كتير حقير ويغلط على ابنه وعلى مرته ويقعد يبكي ويعمل شغلات غريبة. وبنهاية الحلقة أورل رح يكون معه مسدس اللي عطايا أبوه وبيحكي له أنك كبرت وصرت رجال العيلة. فأورل بنهاية الحلقة بنسمع صوت طلق رصاص والرصاصة هي بتكون موجهة عند الأب. How would you like to go on a father and son outing together? I think it's time for you to experience the wonder and majesty of shooting a gun. With one of these honeys, we're mercifully letting animals take what we like to call nature shortcut. I'm all packed, Dad. Now what's this? Oh, that's my favorite lucky shirt. This is the life, kid. No one telling you what to do or how her day was. Let's hunt. Everyone knows that grass is nature's carpeting. Hunting dogs are just nature's rabbits. I'm not really comfortable hunting with you right now. I think you might be too drunk. You sit there for the rest of your life with nowhere to go and no one to be! بس بالحلقة الثانية رح أتكلم عنها اليوم رح نعرف شو صار بالرصاصة. الرصاصة ما إجت بأبوه، إجت بعلبتين من المشروب تبعون الأب. الأب كتير عصب، قال له أنا من ساعة يوم كامل عم بحاول أخليك تطلق على شيء، تطلق على الحيوانات تصير رجال وآخر شيء بتطلق على المشروبات تبعوني، وبيعصب كتير. وبعدين أورل بصير يحكي لأبوه أنا آسف جدا وبيكون عم بيبكي، وهون صراحة كتير زعلت على أورل والله حزين جدا صراحة وأنت عم تتفرج عليه ويك هو أصلا متضايق من أبوه صار له فترة، بس فكر كان هو يعني عنده أمل أنه هاي الرحلة رح ترجع أبوه ورح يكونوا مبسوطين، بس طلعت أسوأ شيء صار بحياته لأورل. بعدين أبوه لأورل بيحكي له أنت مثل البنات الدلوعات اللي لابسين كعب وجايين وبتهتم بهذا الشيء وبتهتم بهذا الشيء. بعدين أورل رح يحكي لأبوه لأنه أنت بتصير إنسان جدا سيء لما تصير تشرب، فأنا بكرهك لما تصير تشرب، بتصير إنسان وحش، بتصير إنسان حقير. بعدين أبوه لأورل بيعصب بيقول له أنا هيك طيب ماشي، بحاول يشلح الحزام، بحاول كتير ما بيقدر، بنطلونه بيزحط، بقع على الأرض، بقعد يبكي، برجع بيقوم، هيك شكله كتير صار تافه أبوه بعد الشرب، هيك بيقلل من كرامتك الشرب، بيخليك إنسان ضعيف، شكلك مزلول وبتبكي ويع صراحة. فبعدين أبوه لأورل بيحكي وين بندقيتي؟ بعدين أورل بيقول له لا ما تمسك البندقية هلا لأنك أنت سكران كتير وممكن تجيب العيد. وبالفعل لما يمسك البندقية بصير يلف فيها كتير الأب لحتى ما يصوب على ابنه ويطلق عليه النار. شوف لأي درجة المشروبات الكحولية بتوصلك، لدرجة انك تطلق النار على ابنك. يا اخي هذا الاب كتير صراحة. بعدين الاب بيخاف على ابنه كتير وبيروح لعنده وبزيد عليه اللوم، بيقول له شو عملت يا أورل، وبصير يحكي له ان المرة جاي لازم تنتبه، ويا اخي انت وين واقف يعني، فحط اللوم عليه انه أورل المشكلة، انتبه شو عم تعمل يا اخي. وأورل المسكين بيكون عم بيتوجع وبيحكي لأبوه انه انا عم بتوجع وعم بنزف، ارجوك ساعدني، عم بحس بالالم برجلي. فأبوه بيقول له عادي لا طبيعي، مدام انت يعني تعورت واجتك رصاصة برجلك فطبيعي، من الطبيعي انك تحس بالوجع. على هيك أب تعيز وسبال جدا. فأورل بيكون عم بينزف كتير وبيحكي لأبوه انه خد قطعة من قماشتي من كنزتي واربطها حوالين رجلي لانه اذا ضليت انزف راح اموت. بعدين بيحكي له انه بشنطتي في اسعافات اولية، يعني رجع جابها مرة تانية أورل. فالأب بيعصب عليه بيقول له ليه جبتها وانا زتيتها، بيقول له معلش خلص مشيها. فالأب لما يفتح بيلاقي فيه مطهر اللي هو وفيه بيكون نسبة كحول عالية. فاول ما يفتح ويشوف الأب شو بتتوقع راح يعمل؟ ما راح يعالج فيه ابنه، راح يشرب الكحول، يعني اللي هو 100% كحول راح يشربه كله. الإنسان بيتعاطى كحول لدرجة مجنونة، يعني لدرجة بدال ما هذا الدواء يحطه على رجل أورل ويوقف النزيف ويشيل الالتهابات، لا شرب الأب. يا أخي هذا الأب جدا حقير، أقسم بالله بهالحلقة كرهته كتير. الكحول هاي النسبة عالية كتير، راح يشربه ويقع على السريع ويغمى عليه أو خلاص وصل لمرحلة إنه جسمه ما يقدر يتحمل. ولما ينام
الظلام بيكون لسه النار شغالة على الأكل، فراح يجي دب والدب راح يكون مفترس وبيكون جاي ليفترس أبوه ويقتله. فأوريل خلص بيقرر أنه لازم يقتل الدب، فبيمسك المسدس وبيطلق على الدب وبيقتله. وراح يطلع الصبح وأوريل لسه فايق وشكله كتير تعبان وعم بتوجع المسكين من الرصاصة اللي موجودة برجله. وبعدين بس يصير الصبح أبوه لأوريل راح يفيق ويشوف أنه لسه بكير وراح يكون لسه سكران، راح يغطي وشه وينام لحد المغرب. وأوريل راح يطلع أبوه هيك وكرهانه بطريقة هيك مستفزة، يا أخي شو هالأب التعيس جدا. فلما يفيق الأب وتروح السكرة منه راح يطلع لأوريل يقول له شو سويت أوريل، ليه إجرك مجروحة؟ فأوريل بيطلع عليه بيقول له لأنك أنت طخيتني. فبقول له أنا ما بتذكر، فمعناه هذا مو ذنبي، هذا ذنبك أنت لأنه كنت سكران فما خصني أنا. وطبعا النظرات أوريل راح تكون جدا هيك مستفزة على الأب، عم يطلع عليه بحقارة وبطريقة جدا سيئة. بعدين الأب راح يطلع على أوريل ويحكي له احكي لي إنه أنت اللي قتلت هذا الدب وخليني أكون فخور فيك. وفعلا هو اللي قتل الدب الولد، بس أوريل ما راح يحكي له أنا مشان ما يخلي أبوه فخور فيه ويضل يحسسه إنه هيك أنت إنسان حقير. بقول له لا أنا ما قتلته، أنت اللي قتلته. وبعدين الأب يحكي له يلا خلينا نضب الأغراض ونرجع على البيت. بعدين راح يرجعوا على البيت وراح نشوف إن الدكتور أجا عالج أوريل وإجره مجروحة وأمه موجودة معاه والولد اللي هو مفروض يكون أخوه بس هو مو أخوه لأوريل، وبيكونوا جايبين له أكل. وأمه لأوريل قبل ما تطلع من الغرفة أوريل راح يحكي له إنه بدي أسألك سؤال، أنت ليه تزوجتي أبوي؟ فالأم راح تطلع عليه وتحكي له لأنه إذا لازم أنا أتزوج ذكر، لأنه إذا تزوجت ذكر راح أخلف، بس لو ولد تزوج ولد ما راح يخلف، وبنت لو تزوجت بنت ما راح تخلف كمان. فأوري راح يحكي له لا لا ما هذا قصدي، أنت ليه تزوجتي أبوي بالأخص؟ أبوي لما يشرب عم بيصير إنسان جدا سيء وهيك يعني حقير. وتحكي له الإنسان أو أبوك لما يشرب تطلع حقيقته، فلما يكون شارب هي حقيقته لأبوك. فلعند هون نكون وصلنا لنهاية هي الحلقة. صراحة كتير زعلت على أوريل على حياته التعيسة، أمه وأبوه السيئين جدا، أبوه الأسوأ لسه اللي بيضل يضربه وبيضل يشرب. وهذا الشيء على فكرة موجود بالغرب، عندن أبهات هيك، عندن حياة مزرية مثل هيك. فحمود الله وشكره إنه نحن عرب ما بنشرب، ما عنا هالحركات وأمورنا طيبة. فلعند هون نكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة ونهاية الموسم الثاني من مورل أوريل. فإذا عجبتك هاي الحلقة والموسم الثاني من مورل أوريل اكتب لي تحت بالكومنتات أو تعال عندي على انستغرام اللي أسامة عجبتني الحلقة، طبعا مع الكلمة السحري أسامة أنا أجيتك من اليوتيوب. وإذا عندك أي اقتراحات اكتب لي إياها كمان وإن شاء الله رح أرد عليك. وإذا الحلقة عجبتك والسلسلة كلها عجبتك يعني ما تنسى تعطينا اللايك والسبسكرايب. وإذا بدك تدعمني بطريقة جبارة وجميلة جدا كل اللي عليك إنك تشترك بالقناة، مو سبسكرايب، تشترك بالقناة اشتراك شهري. هذا الشيء رح يدعمني معنويا وماديا وأنا رح أضل أدعمك بالفيديوهات اليومية ومقترحاتكم الجميلة اللي بتبعتولي إياها على إنستغرام. أشوفكم بالفيديو القادم، إلى اللقاء.